وبشأن تمديد القرار الأممي لتمرير المساعدات الإنسانية للاجئين في سوريا عبر الحدود، ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي من أنطاكيا الحقوقي السوري رضا إسطيف. مرحبا بك معنا أستاذ رضا. مرحبا بكم، عام مبارك للجميع إن شاء الله. إن شاء الله كل عام وأنتم بخير. إذا فيتو روسي ضد تمديد آلية إيصال المساعدات إلى سوريا عبر تركيا، وهو يعني يضعنا أمام سؤال مهم حول صورة الأوضاع الإنسانية في سوريا خلال هذه الأيام. نعم سيدي الكريم، الوضع الإنساني كما هو بل يزداد سوءا في كل عام، بل في كل يوم. الوضع الإنساني في سوريا وصل لدرجة سأختصرها بحالة واقعية. بيوم أمس تواصلت مع امرأة لا أعرفها من خلال أحد برامج التواصل الاجتماعي، تقول أخي الله يوفقك، اقسم بالله روحنا طلعت بدي اوفي دين الدكان، ما معي ولا ليره مصروف، الله يخلي اولادك، حق اكل ما في ولا قادره اشتري للاولاد شيء على العيد. هذا حال سوريا، هذا حال السوريين. امراه زوجة معتقل، زوجة شهيد، اب معاق، غيرها غيره، هذا حالهم، هذا الحال الذي وصلت اليه سوريا بفضل المجتمع الدولي وباجرام نظام الاسد وداعمه. نعم. طيب بحسب أطباء بلا حدود، المساعدات إلى سوريا عبر الخطوط تواجه قيودا هائلة كما قالت المنظمة، وهو الذي يثير سؤال لماذا برأيك تتعمد روسيا إعاقة إدخال المساعدات الإنسانية على الرغم من وجود قرارات دولية بإدخالها؟ سيدي روسيا هي عدو، حالها كحال النظام السوري، وبالتالي من الطبيعي أن تعرقل كل شيء يخص الملف السوري وتحاول أن تقايض على كل شيء، حتى الملف الإنساني، حتى إدخال المساعدات هي تعمل على أن تجعله مكتسب لها لتقايض به على مكتسبات أخرى في ملفات أخرى، لا سيما في الملف الأوكراني أو في شرق سوريا أو غيرها. هذا الحال، روسيا هي عدو، لكن المعيد بحق الدول ومجلس الأمن والأمم المتحدة التي جعلت من الملف الإنساني هو وسيلة للمقايضة وأدخلته في دوامة السياسة ودوامة المقايضة لعدونا الذي نحن بالأساس نحصل على لكن هذا ملف إنساني، هذا ملف إنساني، وهو أصبح ضحية لأجندات سياسية دولية متضاربة. نحن نعرف أن روسيا تريد الآن أن تعاقب الشعب السوري نتيجة وجود مشكلة بينها وبين الدول الغربية والأوروبية وأمريكا، فهل من المعقول أن يتعرض هذا الملف الإنساني لكل هذا الظلم؟ نعم سيدي الكريم، هذا الواقع حقيقة منذ بداية الحرب، منذ أن تدخلت سوريا في عام 2015، عفوا روسيا في الملف السوري في عام 2015. الملف الإنساني والإنسان السوري منذ البداية كان وقود النار التي تأكل كل شيء. أنظمة الإجرام دائما ما تنتقم من المدنيين، إما بالقتل أو الحصار أو التجويع أو الاعتقال والتصفية، ضاربين بإجرامهم كل عهد وميثاق، كل دين، كل مبادئ، ليس لديهم مشكلة في أي شيء. نحن نعلم طبيعة هذه الأنظمة ونحن نعلم طبيعة إجرامها وتصرفاتها، لكن المعيب والمخجل هو في الدول الأخرى التي تدع هذه الأنظمة تتصرف كما هي، أو تربط ملف الإنساني أو طعام اللاجئين أو قوت حياتهم مربوط بعدوهم. أليس من المعيب أن أخذ رأي عدو بإطعام اللاجئين؟ هذا الأمر وصل للعيب أكثر مما يفعله النظام الروسي والنظام السوري. نعم، وهذا في الحقيقة أمر مستغرب. لذلك ما الذي تتوقعه في هذه القضية؟ هل تتوقع أن تنتصر إرادة هذه الدول التي تجمع على ضرورة دعم اللاجئين وإدخال المساعدات، أم ستتمكن روسيا من إعاقة ذلك؟ سيدي يجب أن تنتصر إرادة هذه الدول، لا يجب أن تستمر روسيا بهذا العمل. عندما يوقع منذ قليل جو بايدن بمساعدات عسكرية بقيمة 400 مليار دولار لأوكرانيا ويعجز عن إدخال علبة دواء أو إدخال لقمة عيش للاجئين، فهذا الأمر سنعلم من هو العدو الحقيقي أو من يتلاعب بنا بحقيقة. ليس عدونا نحن نعلمه، نحن نعلم بأن روسيا هي عدونا، نعلم أن النظام السوري عدونا، لكن العدو الحقيقي هو من يتماشى مع هذه الأنظمة ومع هذه الدول التي تحاصرنا، وهم قادرين. سأسأل سؤال، فيما لو قام أمس أو غيرها من الدول بإدخال المساعدات دون أن تلتفت إلى روسيا، ماذا بإمكان روسيا أن تفعل؟ لا يمكنها أن تفعل شيء روسيا، لا روسيا ولا غيرها سيستطيع أن يفعل شيء. هذا كذب وهذا زيف، زيفهم وأنسانيتهم المزيفة انكشفت للجميع.
امريكا الان توقع بمساعدات ب 400 مليار دولار لاوكرانيا، مساعدات عسكريه من كافه الاصناف الثقيله وغيرها، وتربط الملف الانساني السوري ومساعده اللاجئين بالقرار الروسي، هل هذا يعقل؟ نعم، اشكرك جزيلا الحقوقي السوري من انطاكيا السيد رضا سطيف.